السكر، وبالنسبه للكريم شونتي حتى هو كيكون فيه السكر. غادي نخدم هاد المواد هاد مع بعضها ومن بعد نرجع لكم. من بعد ما خدمت الزبده ديالي غادي نضيف البيض، غادي نضيفه كلشي خصو يكون على حراره المطبخ باش يسهل علينا الخدمه ديالو. بعد ما حصلت على هاد العجينه او هاد الفومه ديال الزبده والبيض والسكر والفاني غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه ومن بعد نرجع عندكم. فمن بعد ما طلقت العجينه ديالي ولبست المول اولا حيت عطاتني واحد الكميه لا باس بها وديكتها في هاد المول الصغير حتى هما هكذا خرجت لي واحد 6 منهم، فغادي ندخلهم الفرن. غادي بعدا نتكهم هكذا بالموس باش ما يتنفخوش، ومن بعد غادي ندخلهم على الفرن على حراره 170 درجه يطيبوا من الفوق ومن التحت، ومن بعد عاد ندوز باش نوريكم كيفاش غادي تصاوبوا لك الكريم ديالنا. هانتوما معايا بالنسبه لا كريم باتيسيير، غادي نحتاجوا واحد الكاس ديال الحليب قد هكا كبير، عندنا هنايا غادي ندير واحد جوج معالق ديال السكر كبار حيت مازال غادي نستعمل هاد لا كريم شونتي، وعندي هنايا واحد جوج معالق ونصف ديال كبار ديال لا كريم باتيسيير او النشا يعني كل واحد شنو يدير، وهنايا واحد الفاني. فغادي نخلط هاد المكونات كاملين ونديرهم على النار باش نحصل على لا كريم باتيسيير. غادي ناخذ الحليب ديالنا هذا الكاس، غادي نضيف عليه جوج معالق ديال السكر كما كتشوفوا، المعلقه الاولى والمعلقه الثانيه هذه ما كانتش معمره بزاف نزيد شويه، وغادي ندير داك لا كريم باتيسيير الاولى وندير الثانيه. تقريبا عندي شي جوج ونص حتى ثلاثة المعالق ديال لا كريم باتيسيير. غادي نخدمها فوق النار، غادي نديرها فوق النار نخدمها مزيان نخلطها ونرجع معكم باش نضيف لها باش نخدم لا كريم شونتي بوحدها حتى هي. ها نتوما معايا هذه هي الكريمه ديالي اللي حصلت عليها من بعد ما يعني ما وقفتش يدي على التحرك. غادي نخليها نغطيها فيلم اليمونتير نخليها حتى تبرد ونخدم معكم كريم شونتي. فبالنسبه لا كريم شونتي غادي ناخذوا هذا الكاس ماشي عامر بزاف الحليب تقريبا شي كاس ديال العنبه، وغادي نضيفوا له مقدار واحد جوج معالق ديال لا كريم شونتي، هذا المقدار واحد جوج معالق عندي هنايا. غادي نخدم هاد الشيء هذا باش نرجع عندكم نكملوا لا غوسيط ديالنا. فمن بعد ما خدمنا هاد لا كريم ما طلعتش بزاف حتى تعقد، خليناها غير هكا حيت غادي نضيفوها داك لا كريم باتيسيير ديالنا. هاد لا كريم باتيسيير مره رجعوا خدموها هكا مزيان بالقوي باش تلق راسها وتجيكم سهله انكم تضيفوها لا كريم باتيسيير. غادي ناخذ هذيك لا كريم ديالي وغادي نضيفها فوق لا كريم باتيسيير من بعد ما تكون بردت، وغادي نخدم مره ثانيه هاد لا كريم غادي نخدمها. انا كنخدم معكم هذا الشيء تلقائي باش نتوما تعرفوا كيفاش كدوز المرحله بلا ما يعني ما كنبغيش نبين ندوز لكم مراحل كامله غير باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف، داكشي علاش. اما يعني شنو كيوقع بالضبط هادشي اللي كيكون هادشي اللي كنوريكم هو اللي باش كنخدم انا لي غوسيط ديالي. فغادي نخدم هاد المكونات هادو بجوج ومن بعد نرجع لكم. فهادي الباط اللي دخلتها للفرن هكا خاصها تكون في هاد اللون هذا. بالنسبه للكريمه هي وجدت معنا، فغادي نحيد هادشي من هنا وغادي نجي باش ندير معكم شنو غادي نكملو كيفاش غادي نكملو لا غوسيط ديالنا.
غادي نزينها انا بهذا. هنايا عندي الاناناس، وانتم يمكن لكم تزينوها باي فاكهه بان لكم سهله وموجوده. غادي ناخذ هذه المعلقه ديالي وناخذ العسل ونحاول نطاليها فوق لاباط باش ندخلها يعني الثلاجة من بعد ما نزينها. وهاد لاكريم كتجي لذيذة، كتجي حسن لاكريم باتيسيري وحدة، كتجي خفيفة وكتجي لذيذة لأن كنكونو ضيفنا لها هاديك سميتو الشونتي، كريم شونتي. واللي ما عندوش كريم شونتي يمكن يستعمل لاكريم عادية، يعني لاكريم يستعملها لاكريم فريش يطلعها ويزيد لها شويه د الفاني ومن بعد يضيفها لا كريم باتيسير، يعني اللي عندك موجود يمكن لك تصاوب به. فهادي هاد لا كريم هادي مازال غادي ندخلها للثلاجه غادي تشد راسها. غادي نزوق بهاد الطريفات ديال الاناناس، كل واحد يزوق بالشكل يعني باي حاجه عنده متوفره في البيت ديالو يصاوب بها، يعني التزيين كيبقى كل واحد على حسب اللي بغى واللي متوفر عنده في البيت. فغادي نبقى غدا هكا هاد الطريفات ديال الاناناس كنزوق بهم حتى من بعد غادي نرجع لكم باش نبين لكم النتيجه النهائيه. فانا زينتها بهاد الطريقه، ثم يمكن لكم تزينوها يعني الا كان عندكم الاناناس مكي هذا طيب بزاف داكشي علاش ما تقطعوا لي لي طرونش ماشي مقادين. انا كنت باغا ندير داك الدورات ولكن ما صبخوليش فقطعتهم بهذا الشكل هادو. ثم يمكن لكم تستعملوها يعني بالطريقه اللي بغيتو، ولا تستعملوا اي حشوه اخرى يعني اي تزيين، اما الخوخ اما الفخاز اي حاجه التفاح اي حاجه بغيتوها. غادي ندخلها للثلاجه ونخليها تبرد ومن بعد نرجع عندكم. فهذه هي لاطارت ديالنا، كتجي زوينه هكذا بارده ومنعشه فهاد الصيف. غادي نوريكم الطريف قطعتو هكذا، كتجي زوينه لذيذة. لاكريم ديالها كتجي خفيفة و نتوما كتعرفو لاباط بغيتي حتى هي كتكون زوينة دائما كتكون هشيشة. فكنتمنى ان هاد الفيديو يعجبكم وتحاولوا تصاوبوا بحالها، وكنقول لكم شكرا وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.